الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أهلًا وسهلًا ومرحبًا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي قناة اعرف دينك. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتكلم على أسباب عدم المس مع السحر. فلان معمول له سحر والجن مثلا، أو مفيش جن في الجسم، أو الجن مش قادر يدخل الجسم، إيه الأسباب؟ السبب الأول أن يكون السحر مكون من أدوية وعقاقير بدون استخدام شياطين، كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يبقى هو عمل مادة سحرية فقط لا غير، السحر فقط هو اللي بيأثر فقط، تمام؟ ده من أسباب عدم المس مع السحر. السبب الثاني أو عدم قدرة الشيطان على الدخول بجسم المسحور، وذلك لتقواه ولورعه ولقربه من الله سبحانه وتعالى. وده حالات كتيرة جدا، يعني كل لما يكون الإنسان ملتزم متدين، محافظ مثلا على صلاته، على أذكاره، على وضوئه مثلا، على قراءة القرآن، من الصعب أن الجن يمسه، حتى لو اتعمل له مثلا سحر تفريق بينه وبين زوجته أو بينه وبين أي حد، صعب أن الجن يمسه، وده لتقواه لقربه من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون تأثير الشيطان من الخارج لعدم القدرة على الدخول لحين تحين له الفرصة لذلك، يعني بيكون تأثيره بس من بره، يفضل يوسوس له، يوحي له، لحد ما إيه؟ ما تتاح له الفرصة. أذكر مرة تقريبا من حوالي 10 سنين، واحد أصيب بسحر تفريق بينه وبين زوجته، والجن ذكر لي في ما كلمته، قال أنا قعدت وراه سنتين، تخيل، تخيلي سنتين، فضلت ماشي وراه سنتين منتظر لحظة غلط يعملها عشان خاطر أدخل فيه. إن شخص كان ملتزم، محافظ على صلاة الفجر، محافظ على أذكاره، محافظ على وضوئه، إيه الغلط اللي هو عمله؟ الغضب، وإحنا ذكرناها في أسباب مس الجن للإنسان، الغضب الشديد، غضب ما بينه وبين زوجه، فالجن مسه، فضل سنتين، متخيل سنتين كاملين مش قادر يدخل فيه، وذلك لتقواه كما ذكرت آنفا. يبقى التأثير الشيطان يكون من الخارج، مش قادر يدخل لأن الشخص ملتزم ومتدين. وقد يكون أيضا من أسباب عدم مس الجن للإنسان مع السحر عدم إرسال الساحر للجن أصلا، يعني هو عمل السحر اكتفى بالسحر فقط وما بعتش معاه جن، عنده جن بس هو ما بعتوش، هو عمل السحر وخلاص. وقد يكون بسبب عدم قدرة الساحر على الإرسال، يعني الساحر ممكن يبقى أصلا ما عندوش القدرة أن هو يبعت أصلا جن، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.